وجه مستشفى الثورة العام في محافظة ابن داء استغاثة عاجلة لإنقاذ أرواح من تبقى من مرضى الفشل الكلوي الذين يعانون الأمرين جراء نفاذ مواد الغسيل واستمرار الحصار الجائر. آثار سلبية جمة هي نتاج حرب عبثية وجائرة من دول تحالف العدوان السعودي على اليمن، كان أبرزها على القطاع الصحي والذي تأثر بشكل كبير. فبشكل عام ما نسبته 80% تعد مشلولة تماما نتيجة للعجز المالي وعزوف كثير من الكادر الطبي والفني عن العمل، ناهيك عن صحة توفر المواد الطبية العلاجية الخاصة بالطوارئ والعمليات. مما لا شك فيه في هذه اللحظة وأثناء حديثنا أنه 80% من جميع المنشآت في الجمهورية اليمنية إما مشلولة أو شبه مشلولة، وال20% المتبقية يعني لا تعمل بكامل طاقتها، تعمل من 50 إلى 80%، أولا بسبب العجز المادي، الشيء الثاني بسبب عزوف وهروب كثير من الكادر الطبي والكادر الفني الوسطي، الشيء الثالث أيضا هو الآن الشحة والموارد القليلة جدا الغير شبه متوفرة في الأسواق مثل المستلزمات الطبية الخاصة بالعلاجات ومستلزمات الطوارئ وعلاجات العمليات، هذه شبه معدومة الآن. نداء استغاثة ومناشدات إنسانية للداخل والخارج أطلقها كل من إدارة المستشفى ومرضى غسيل الفشل الكلوي الذين يستصرخون الألم والآه في ظل انعدام توفر مواد الغسيل نتيجة للحصار الجائر على الوطن. ناشد أي واحد يعني القلوب الرحيمة يعني فاعل خير يعني أي واحد يعني حتى ناشد المدير حقنا يعني حق مستشفى الثورة إنهم يستعينوا يعني ويساعدوا المرضى بتوفير لهم المواد. بعض الناس يقدر يشتري وبعض الناس ما يقدر يشتري، وهذا زمان لنا من 10 سنين نغسل، من نقدر نستطيع دي؟ ما فيش معنا، الحالة صعبة، نحتاج من رؤوس الأموال والناس الرحيمين أن يرحمونا، ولا قد احنا على المقبرة. وهذه صرخة لأصحاب الخير أن يوقفوا إلى جانبنا وقفة جدية، ولا المقبرة أتوقف أحسن منهم. 7 أشهر من العدوان السعودي قضى خلالها العشرات من مرضى الفشل الكلوي نتيجة لمنع العدوان السعودي دخول مواد الغسيل من الموانئ، فيما لا يزال الآلاف منهم ينتظرون الموت أو من ينقذهم منه. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب. بموازاة ذلك يكتظ مركز الأطراف في العاصمة صنعاء بعشرات الحالات الإنسانية التي